معانا مدام خديجة من السودان، ما شاء الله كانت جاية لنا بالتهاب أعصاب طرفية شديد جدا جدا نتيجة لمرض السكر. التهاب الأعصاب الطرفية كان عامل عندها وصل إن هي ما بتقدرش تمشي، كان أثر على أعصاب الإحساس وأعصاب الحركة، كان في صعوبة في المشي، كانت داخلة متسندة بمعنى الكلمة، كانت الدورة الدموية الدقيقة مش شغالة تماما، كان أعصاب الإحساس كلها فاصلة، مفيش كان عندنا أي عصب إحساس بيوصل إشارة، كان في تقل في رجليها شديد مؤثر عليها ومؤثر على المشي. خضعت بقى للبرنامج المكثف عندنا لالتهاب الأعصاب الطرفية، والحمد لله بفضل الله الاحساس رجع. التيبس اللي كان في كان عندها تيبس شديد في الصوابع، الصوابع كان بدات يحصل تشوهات فيها، فبدا الحمد لله ما فيش تيبس، الدوره الدمويه اشتغلت، الاحساس رجع كله، المشي احسن، وخست معانا كمان وبقت حاجه تانية، يعني حياتها اتغيرت 360 درجه. احكي لهم بقى على تجربتك، تجربتك معانا بقى مع السكري معايا من 96، أثر على أصابعيني وعلى رجلي، وحس الحمد